قريب مجيب معين يا الله. مع الإيمان بالله المستحيل ممكن، اليأس صعب معاه من القلب يتمكن. مع الإيمان بالله المستحيل ممكن، اليأس صعب معاه من القلب يتمكن. هو كتاب الله من كل شيء مثل، نجاه أسلوب حياة ولله المثل. جوا كتاب الله من كل شيء مثل، نجاه أسلوب حياة ولله المثل. قريب مجيب معين يا الله، قريب مجيب معين يا الله. مغضبش أيوب من مرضه، ورغم صبره دعا ربه، ربه استجاب. مضعفش يعقوب من حزنه، ميئسش من رحمة ربه، دعاه استجاب. زكريا كان أمله في ربه، لما دعاه دعا من قلبه وربه استجاب. هو كتاب الله من كل شيء مثل، نجاه أسلوب حياة ولله المثل. هو كتاب الله من كل شيء مثل، نجاه أسلوب حياة ولله المثل. قريب مجيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. لم يكن إيمانهم إيمانا عاديا كإيمان باقي البشر الذين هداهم الله من خلال أنبيائه، فسحرة فرعون كانوا يرجون رضا هذا الطاغية ويحلمون بقربه، كما ذكر لنا القرآن الكريم حالهم هذا بقوله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. صدق الله العظيم. بيد أنهم لما لاح لهم الحق وانجلى تركوا ما كانوا عليه من ضلال، وأصبحوا في حالة إيمانية نادرة، بل إنهم ترقوا إلى مرتبة من الفناء في سبيل الله عز وجل، وأضحوا في لحظات قليلة في سلك أوليائه بعدما كانوا في خانة أعدائه.
كم هو بارع هذا الساحر! هل هو ساحر فعلاً؟ إنه فقط يتمتع بخفة اليد ويستعين ببعض الأدوات الخاصة بغرض تسلية هؤلاء الأطفال. إذن فهو يختلف عن هؤلاء الذين يستخدمون ما يسمى بالسحر الأسود في إلحاق الضرر ببعض الناس. يختلف تماماً، فمثل هؤلاء السحرة ملعونون من الله. أما ما نشاهده الآن فهو ألعاب سحرية لا أكثر. وماذا عن سحرة فرعون؟ كانوا في ضلال مبين، يسحرون أعين الناس ويرهبوهم بسحرهم، ولكنهم آمنوا بعد ذلك بموسى وهارون. كانوا كافرين صباحاً وأمسوا مؤمنين. إن القلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. حقاً، فقد يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً والعياذ بالله. ما رأيك يا أبي أن تحكي لنا عن هذا المشهد الذي تحول فيه سحرة فرعون إلى مؤمنين؟ أراد فرعون صد الناس عن اتباع موسى عليه السلام لما رأى الخوارق المعجزة التي أتى بها، كالعصا التي تحولت إلى ثعبان مبين، ويده التي تخرج بيضاء دون مرض أو علة. ولكن فرعون شأنه شأن نظرائه من الجاحدين بآيات الله، اعتبر المعجزات التي أيد بها المولى عز وجل نبيه موسى ضربا من السحر، فأمر باستدعاء العالمين من سحرة البلاد. نرسل في طلب السحرة، ولتأتوني بأقوى السحرة حتى يقفوا أمام موسى ويظهر لهم سحره ويهزموه ويفضحوه أمام كل عبيدي. ليا يا ليا، استيقظي يا ابنتي، استيقظي أيتها الكسولة. أمي دعيني، أريد أن أنام قليلا. لقد تأخرنا يا ابنتي، هيا انهضي. ما هذا؟ ما الأمر يا أمي؟ أراك تكحلين عينيك وتتزينين. ولما لا أتزين يا ابنتي؟ أنسيت ماذا يكون اليوم؟ إنه يوم الزينة، لقد نسيت تماماً. وأين أبي؟ هل تظنين أنه كان سينتظرنا؟ لقد سبقنا إلى قصر الفرعون. أنسيت أن أباك هو أحد السحرة الذين سيتبارون مع موسى؟ غريب أمر موسى هذا. هل تظنين يا أمي أننا نستطيع أن نصمد أمام سحرة فرعون؟ هيهات، لقد جمع الفرعون أمهر السحرة في البلاد. في الحقيقة أنا أشفق على موسى، كيف سيواجه هؤلاء السحرة؟ وهل صحيح أن الفرعون سيمنحهم العطايا والهبات لو تغلبوا على موسى؟ بالطبع، وسيكونون أيضاً من المقربين. كم أتشوق لرؤية أبي وهو يستعرض فنه أمام الفرعون وموسى وكل الناس. إنهم الغالبون بالطبع. هيا هيا يا ابنتي أسرعي، لا نريد أن تفوتنا بداية الاحتفال. انهضوا أيها السحرة. هل علمتم من أمر موسى؟ لقد رمى عصاه فإذا هي ثعبان ضخم كبير لم أرى في حياتي مثل ضخامته، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء ناصعة البياض، وما كاد يخرجها حتى انغمرت الغرفة بالنور الشديد. إنها أفعال سحرة يا مولاي. أتفعلون هذا؟ وأكثر. إذن فافعلوا هذا أمام موسى والعبيد جميعا.
إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين. نعم، أجر من فرعون ربكم. لكم أن تتخيلوا كيف سيكون أجركم إن كنتم أنتم الغالبين. سنغلبه بعزة فرعون. وحضر فرعون ورجال دولته وأهل مصر عن بكرة أبيهم وهم يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. صدق الله العظيم. سيغلبهم موسى بعزة الله وسيحررنا من بطش فرعون وملئه. بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. إما أن تلقي يا موسى عصاك أو نكون نحن الملقين. ولكنهم لم يرجعوا وألقوا ما بأيديهم من حبال وعصي، فسحروا أعين الناس وتراءت لهم أفاعي تخيف الناظرين. لقد دخل علينا بسحره، وها أنا أريه السحر جميعا. فداخل موسى الخوف حين رأى سحر السحرة، فأوحى الله له يطمئن قلبه، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم. فاطمأن قلب موسى وألقى عصاه، فإذا هي ثعبان عظيم يقبل على حبال السحرة التي خيل للناس أنها حيات تتحرك، فجعل يلقفها واحدة تلو الأخرى. فهال السحرة ما رأوا من أمور، يعلمون علم اليقين أنها ليست ضربا من السحر. فأدرك السحرة أن ما رأوه من موسى لم يكن سحرا، فأقروا بأن ما رأوه من قوة خارقة تتخطى قدرة البشر المحدودة، فتبرأوا من ضلالهم الذي كانوا عليه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. صدق الله العظيم. أمي، أرأيت ما يفعله أبي وباقي السحرة؟ إنهم يسجدون لإله موسى. ما هذا اليوم الأسود؟ ترى ماذا سيفعل الفرعون معهم؟ أتؤمنون به قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سأقطع أيديكم وأرجلكم وسأمثل بجثثكم. افعل ما تريد يا فرعون، إننا آمنا بالله ولن نشرك به أبدا. فعلوا ذلك طالبين العفو من ربهم، فقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. ولكن كيف عرف سحرة فرعون أن ما رأوه من موسى ليس سحرا؟ إن الساحر لا يسحر نفسه ولا يتأثر بسحر ساحر آخر كغيره من الناس العاديين،
ليتك تشرح لنا هذا الأمر، فأنا لم أفهم. عندما ألقى هؤلاء السحرة حبالهم، جميع الناس بما فيهم موسى وأخوه عليهم السلام وفرعون وحاشيته وباقي الحاضرين، رأوا أن هذه الحبال قد تحولت إلى ثعابين، باستثناء السحرة الذين رأوا حبالهم على نفس هيئتها، لم تتغير، لأن الساحر لا يسحر نفسه. ولكن حينما ألقى موسى عصاه، تحولت هذه العصا إلى ثعبان حقيقي أكل ثعابين السحرة، أو بمعنى أصح حبالهم وعصيهم. أحسنت، فالسحرة رأوا ثعبان موسى وليس عصاه، فلو كان موسى ساحرا مثلهم لرأوا عصاه وليس ثعبانه الحقيقي، فأدركوا أن موسى وهارون مؤيدان من الله وأنهما رسول رب العالمين. نعود إلى فرعون وما فعله مع سحرته الذين آمنوا. لقد سطع إيمان سحرة فرعون عن قناعة ذاتية ويقين لا يتزحزح. لقد عاشوا طوال حياتهم على الضلال، ولكنهم وبمجرد اكتشافهم للحق تشبثوا به وصدعوا بإيمانهم تحديا لجبروت فرعون. هكذا لم يكن من سحرة فرعون سوى سجدة وحيدة صادفت رحمة الله ورضوانه، فحطت عنهم أوزار الشرك وموالاة الطواغيت، وأورثتهم حسن الخاتمة حيث الفوز العظيم والسعادة الأبدية. فكانوا أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخره شهداء بررة. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى.